المساحة التانية اللي مصر تحركت فيها أو تواصل التحرك فيها السودان. وإحنا قلنا إن الرئيس إن شاء الله هيكون في السودان يوم الخميس على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير. العلاقات بيننا وبين السودان متواصلة، لكن مهم عندنا برضو خبر، يعني لبنان منها خبر والسودان منها خبر، لأنه السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم قال في تصريحات صحفية أن هناك اقتراح بأن تصدر بطاقات تسمى بطاقات وادي النيل. انتوا عارفين اللي في الفترة الأخيرة كانت فرضت رسوم على تأشيرة دخول المصريين للسودان، والإخوة السودانيين الحقيقة قالوا أن هذه التأشيرة لأجل تنظيم عملية السفر والدخول. بطاقة وادي النيل دي اللي ما زالت تحت البحث والدراسة هتبقى موجودة مع المصريين والسودانيين، تسهل عليهم الدخول والخروج ما بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة أو دون الحاجة إلى رسوم. وأعتقد أن هذه البطاقة يعني يمكن أن يحسم أمرها خلال الزيارة اللي هيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، وهتبدأ يوم الخميس الجاي. فيبقى حضرتك مسافر للسودان أو أحد من الأشقاء السودانيين جاي مصر، فبيحمل هذه البطاقة، بطاقة شخصية اسمها بطاقة وادي النيل.